أهلا بكم. يعتبر روبن ويليامز ممثلا أمريكيا كوميديا محبوبا على حد سواء من الأطفال والكبار لخفة دله وذكائه. لم يدخل البهجة فقط في قلوب الأمريكيين فقط، بل أضحك العالم بأسره. على الرغم من شهرة ويليامز كممثل كوميدي في هوليوود، إلا أن شخصيته كان موهوبا للغاية، ويمكنه أداء أدوار جدية بنفس السهولة والبراعة التي كان يؤدي بها أدواره الكوميدية. رشح 3 مرات لجوائز الأوسكار المشهورة، وفاز بها مرة واحدة لأدائه الكبير في فيلم جود ويل هانتين. بدأ حياته المهنية ككوميدي ستاند أب، حيث حقق النجاح، وسرعان ما ظهر على شاشة التلفزيون لتقديم عروض كوميدية. دعا صيته من خلال مسرحية مارك أند مانداي، وهكذا دخل عالم الأفلام وأصبح روبن ويليامز الذي وقع في حبه الجميع. فما هي حكايته؟ ظهر خلال 1977 في مجموعة من الأدوار، لكن سرعان ما دخل عقد الثمانينيات، وخصوصا عام 1984، ليلعب دور فلاديمير إيفانوف في دراما كوميديا بعنوان موسكو اند هوستن، والذي تم ترشيحه عنها لجائزة جولدن جلوب لأفضل ممثل. في عام 1989 ظهر في الفيلم الدرامي حلقة الشعراء المفقودين، والذي يدور حول قصة مدرس لغة إنجليزية في أكاديمية محافظة يلهم طلابه بتعليمهم الشعر. وحقق هذا الفيلم نجاحا كبيرا وباهرا لعمق فكرته. كان من أكثر أفلامه الكوميدية التي لا تنسى فيلم مسز بوتفاير عام 1993، حيث يتظاهر بأنه امرأة حتى يكون أقرب إلى أطفاله من زوجته السابقة. كان عام 1997 عاما جيدا بالنسبة لروبن ويليامز، حيث أتيحت له الفرصة للتمثيل في الفيلم الرائع جود ويل هانتين، والذي يلعب فيه دور المعالج، والذي يقدم فيه المشورة لشاب مضطرب نفسيا. حصل الفيلم على العديد من الجوائز. اشتهر بدوره كمعالج في هذا الفيلم، والذي حقق نجاحا نقديا وتجاريا على السواء. شاركه الممثلان ماك ديمون وبن أفليك في هذا الفيلم، والذي نال استحسانا كبيرا. استمر نجاح في حياته المهنية في الألفية الجديدة، حيث قدم أدوارا في أفلام مثل One Hour's Photo عام 2002 وروبوتز عام 2005 وليسانس تو ويد عام 2007 وأولد دوغز عام 2009. تم ترشيحه لجائزة الأوسكار كأحسن ممثل 3 مرات. في عام 1997 حصل على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد عن دوره في الدكتور شون ماغوير في فيلم جود ويل هانتين. تزوج روبرت ويليامز 3 مرات. كان زواجه الأول من فاليري بيفالدي عام 1978، وأنجب منها طفلا، وفشل جوازهما بسبب إدمانه على الكحول وخيانته. ثم تزوج ماريشا جارسيس مربية ابنه في عام 1989، وأنجب طفلين لم يدم هذا الزواج أيضا، وانتهى بالطلاق. وكان زواجه الثالث من مصممة الجرافيك سوزان شنايدر في عام 2011. كان ويليامز يعاني دائما من مشاكل من إدمان الكحول وتعاطي المخدرات، كما عانى من الاكتئاب، ووجده مساعده الشخصي فاقدا للوعي في 11 غشت 2014، وأعلن الأطباء وفاته بعد ذلك بوقت قصير. يعتقد أن وفاته كانت نتيجة الانتحار. المشاهدين، قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.